على أحد جبال القوقاز المغطاة بالثلوج عزفت المقطوعة الاحتفالية الأوكرانية شيدريك بنسخة إثنية جديدة، حيث قدمت مجموعة من الموسيقيين الأذربيجانيين المعزوفة بآلات قوقازية قديمة. الفيديو الذي نشرته سفارة باكو لدى أوكرانيا جاء معايدة للشعب الأوكراني وإصدارا أذريا خاصا لهذه المقطوعة التي تعزف حول العالم بنسخ مختلفة. شيدريك بدأت رحلتها منذ أكثر من 100 عام في جولة الكورال الأوكراني في أمريكا الشمالية، وسرعان ما اكتسبت شعبية عالمية مذهلة. والآن لنستمع إليها مرسلة من قمم القوقاز الثلجية وبآلات شعبية قديمة.